بسم الله، من اشهر الاوامر لتحويل ال2 دي ل3 دي امر اكسترود. امر اكسترود دوت يعني انبثاق، يعني ايه انبثاق؟ ما فهمناش حاجه. امر اكسترود يعني عامل زي فرش السنان، الشكل اللي هو على الفوهه هو ده اللي هيتكون منه الشكل ال3 دي. يعني تخيل الفوهه دي مثلا عملناها على ايه، مثلا مربع، ودوست معجون السنان هتطلع لك كل الشكل اللي هيطلع. معجون السنان اللي هيطلع هيبقى بقى مكعب، تمام. فانا لو جيت هنا مثلا رسمت دايره، ورسمت دايره كمان في النص، وعايز استخدم امر اكسترود، تمام. اجي اعمل سيلكت لواحد فيهم، واجي هنا لامر اكسترود، وابدا اعمل اكسترود بالشكل دوت، تمام. طيب لو انا عايز اعمل الاتنين مع بعض، يعني دي الاساسيه ودي تبقى مفرغه منها، هاجي اختار من هنا امر اللي هو جروب هول، وابدا اعمل سيلكت الاتنين مع بعض، طيب الاتنين مع بعض دلوقتي عايز ابدا اعملهم اكسترود، فهاجي اختار سوليد باي اكسترود، وابدا اتحرك بالشكل، هلاقيه ظهر معايا بالشكل دوت. عايز ابدا اشوفه بشويه فريم، اجي هنا اقول له انا عايزه مثلا موديلنج، فيبقى معايا بالشكل دوت، وده برضو اي حاجه مثلا رياليستيك ظهر معايا بالشكل دوت.